أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة الزهراء وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة. روحي وأرواح من في الوجود لك الفدا وأقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء. رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. لقد بايعوا رغبة منهم فيا بئس للبيعة الكاشحة. وقد أسلموا وقد خذلوا وغدرتهم لم تزال واضحة. فدتك يا ابن عم الحسين بكتك دمان يا ابن عم الحسين. مدامع شيعتك السافحة ليش؟ لأنك لم تروى من شربتين، لأنك لم تروى من شربتين ثناياك فيها غدا الطائحة. يلا يلا شيعي بعد وين صار؟ قال رموك يا من القصر إذ أوثقوك. يا ويلي يا ويلي يا ويلي
رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة الأعظم وسحبا تجر بأسواق؟ والزحبان تجر بأسواق غيب، ألست أميرهم البارح؟ لكن قبل مقتل عدنا حوار بينه وبين طوعة. طوعة ماذا تقول له؟ يلا اسمع اللي تريد تبجي يا مسلم. بالله خبرني يا مسلم، بالله شنه تقول عن زينب المعروفة؟ أنا بس قلت الاسم وبكيت. أنت مبين مشتاق تزورها، مبينها يا مسلم. بالله شنه تقول عن زينب المعروفة؟ هاي أم الخدر وشلون تجي مسبية للكوفة؟ خل أعيد لك المطلب، تأمل بيه. هذا بيت القصيد. ها هي يا مسلم، بالله شنو تقول عن زينب المعروفة؟ هاي أم الخدر وشلال تطب مسبية للكوف؟ مو مصدقة طوعة. صدق يا سيدي ومولاي هذا الحكي اللي تقوله، زينب بت علي زينب سبية تصير معقولة؟ كم باقي؟ باقي 6 أيام وتنسبي زينب. صدق يا سيدي ومولاي هذا الحكي اللي تقوله، زينب بنت علي زينب سبية تصير معقولة؟ تجيب هذا البلد حسرة على الجمال محمولة، بلا هادج يضللها على هزال ومكشوفة. عشنا سنين بالكوفة وخدرها مضرب الأمثال. اسمع الخدر بس نسمع اسم زينب وما شفنا إليها خيال. زم قلبك هنا، شلون تقول يسبوها ويحطوا بحلقها حبال؟ شلون تقول يسبوها ويحطوا بحلقها حبال؟ يا مسلم وين اخوتها شجاعتهم الموصوفة؟ يا طاعة روح اخوتها ابو فاضل وابو السجار، وبعدهم تبقى في ذلة ويشهروها بكل بلاد. يلا مؤمن. وإن كان ما تدرين يا طاعة صاحب الزمان المعذرة،
وكان ما تدرين يا طوعة تدخل مجلس ابن زياد. يا علي يا علي يا علي، كل ما الناس تنظرها تصب دموع مذروفة، يا مسلم هالخبر هذا دهشني ومرمر أحوالي. أقل لك وين واليها تقل تجيب له والي، بيجي وياها وين تجي وراس الولي قدايا مرفوع برموح، ما حد يصرخ عليه علي، وتنظر راس كافلها بعمد من الهامة مخسوفة. أكو مؤمن ما سالت دمعته، أكو مؤمنة ما بكت. خل تسمع هذا البيت عن مسلم، مسلم عالم. يا طاعة مدللة زينب، يا طاعة مدللة، أبي أسمع الاسم منكم. يا طاعة مدللة، يا طاعة مدللة، عزيزة علي تعرفيها بتشوفيها مسلوبة وتتستر بياديها. يا طاعة مدللة زينب، عزيزة على تحرفيها بتجوبيها مسلوبة وتتستر بياد، وقدامك هل الكوفة يجوا يتصدقوا عليها. بعد هذا البيت ادخل به الموضوع كفاية. ها، والأعظم من الكوفة عليها بلاد الشام، شماتة ومحن بتقاسي وآلام فوق آلام. بعد مولاي وتوقف بالشمس زينب محتارة بنساء ويتاب، اسمع، وتدخل وسطة المجلس بالسبحة بالمكتوفة، تقول أنا الكانت بخدر تحلف الناس، أنا الكانت بخدر تحلف الناس، أنا طوعت الزمان وهبطت الرأس ماني مدللة تحسين. ولكن الأمر لله، وعلى الظالمين لهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه وجليه لخطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق نبينا وحبيبنا محمد. الحديث حول هذه الآية المباركة تحت عنوان الإيمان الحقيقي والإيمان الشكلي، والحديث في جانبين. الجانب الأول حول معرفة مفهوم الإيمان، والجانب الثاني حول معايير الإيمان الحقيقي. مفردة الإيمان مفردة واسعة ومفردة شاملة، لذلك تجد في القرآن الكريم أكثر من صفة ذكرت للمؤمنين، بل سورة بأكملها موسومة بهذا الاسم، سورة المؤمنون. وعندنا جملة من الروايات التي بيّنت لنا العلامات التي إن اتصف بها هذا الشخص استحق أن يطلق عليه لقب المؤمن. هناك نظرة تنظر إلى الإيمان بأنه جزء وعبارة عن عبادات فقط، عبارة عن هذه الصلاة، عبارة عن هذا الصيام الذي نؤديه وفقط. كل هذه النظرة نظرة خاطئة، لأن دائما القرآن كان يقرن العمل بالإيمان عندما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكان دائما ما يقرن الإيمان بماذا؟ بالعمل. وعندنا رواية تقول العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالإيمان عبارة عن منظومات ثلاث، هذه المنظومات الثلاث لا يمكن أن تنفك واحدة عن الأخرى، منظومة متكاملة. المنظومة الأولى يعبرون عنها بالمنظومة العقائدية. ما معنى المنظومة العقائدية؟ أي مجموعة المعتقدات التي يعتقد بها هذا المؤمن، وهي عقدية لأنها في وسط القلب. ماذا يعتقد؟ من هم أئمته؟ كيف عرف الله؟ يشهد بوجود بالأشياء الغيبية أم لا؟ لذلك عندنا من المستحبات أن يعرض الإنسان عقائده في كل يوم بعد كل فريضة، لأن هذا يذكره في القبر، لأن أول الأسئلة التي سيسأل فيها في القبر يسأل عن عقائده. عندنا تعقيب مأثور أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد. وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما، ويذكر الأئمة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى. هذه المنظومة العقائدية. منظومة الثانية هي المنظومة العبادية، وهي مجموعة التكاليف التي أمر الله بها عباده أن يؤدوها، وهي عبارة عن هذه الصلاة، عن هذا الصيام، عن هذا الحج. هذه
المنظومة العبادية. المنظومة الثالثة وهي مدار الحديث، ليغفل عنها البعض، وهي المنظومة الأخلاقية، وهي عبارة عن الملكات التي إن أداها صاحبها وصل إلى مراتب عالية. الفهم الخاطئ أن البعض يتصور أن الإيمان فقط هذه العبادة، ولكن عندما تأتيه إلى جانب الأخلاق تشوف ما عنده ذاك الخلق العالي، شوف يؤدي الصلوات في أوقاتها، يصوم الأيام المستحبة، يأتي إلى المسجد، هذا جزء من الإيمان وليس الإيمان كله. الإيمان لابد أيضا أن تلتفت إلى الجانب الأخلاقي في وجودك. لذلك عندنا كذا رواية ركزت على هذا الجانب. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يمدح نبيه صلى الله عليه وآله ماذا قال له؟ قال وإنك لعلى خلق. العبادة اللي ما تؤثر على سلوك الإنسان عبادة جوفاء. إذا واحد يصلي وصلاته هذه ما تغير في حياته شيء، يجي رجل إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له يا مولاي كيف أعرف أن صلاتي قبلت؟ عندما أصلي كيف أعرف أن هذه الصلاة مقبولة؟ ماذا يقول له؟ قال إذا نهتك عن الفحشاء والمنكر. لأن غاية الصلاة ماذا؟ الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبالإضافة إلى هذه الجوانب التعبدية علي أن أنظر إلى هذه الجوانب الأخلاقية. يقول صلى الله عليه وآله إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. النبي اختصر الدين صلى الله عليه وآله في كلمتين عندما قال الدين المعاملة. لذلك شوف الكاريزما التي كانت موجودة عنده صلى الله عليه وآله، بحيث أن أخلاقه جعلت الآخرين يفدون إلى الإسلام بخلقه صلى الله عليه وآله. وهذا اللي يملك حب الناس من؟ صاحب الخلق. إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. في الفائدة أنا أكون في صبغة المتدينين ولكن أخلاقي كلها ما بعيدة عن أخلاق المتدينين، إنما هذا شكل. إن ما نريد الشكل، نريد الجوهر، ما نريد القشر، نريد اللباب. أنت الآن لو عندك فاكهة وقشرها جميل من الخارج جميلة ولونها زاهي، ولكن في الداخل فيها عفن وكذا، هل تأكله؟ يقول لك لا، أنا ما يهمني القشر، يهمني اللباب. وهكذا هو المؤمن. الإيمان مو شيء قشري وأشكال أؤديها، وإنما هو أعمال أؤديها حتى أكون في أوساط المؤمنين. نجي إلى الجانب الثاني بعد الصلاة على محمد وآل محمد. ما هي المعايير اللي تميز للإيمان الحقيقي من الإيمان الشكلي؟ أول معيار هام أن يكون هذا المؤمن إيمانه وخلقه وتعامله في الظاهر كما هو في الباطن، لا يكون ظاهره أفضل من باطنه. وهذه المشكلة اللي نعيشها عند بعض الأشخاص، أن ترى ظاهره ملاك أمام الناس بصدر رحب ولا يفعل شيء أمامهم، ولكن إذا جيت له مع أهله، إذا جيت له مع أولاده شو تشوف؟ يقول ما يعيش الازدواجية، اللهم لا تجعل ظاهري أفضل من باطني. الشيء اللي أعمله للظاهر أمام الناس هم أعمله في الباطن. إحنا ما لنا إلا الظاهر، ولكن الله هل يغيب عنه شيء؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنا إذا أخاف منها أولا كيف لا أخاف من الله؟
النبي صلى الله عليه وآله عندما شيع جنازة سعد بن معاذ ووضعه وقال الملائكة جاءوا ليشيعوه وأنزله النبي صلى الله عليه وآله في القبر، فقالت أمه هنيئا لك يا سعد الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله يا أم سعد لا تحتمي على الله فلقد ضغطه القبر ضغطه. ليش شرأبت الأعناق عرفه رجل خوش كذا؟ فقال إنه كان سيء الخلق مع أهله. لذلك في يوم القيامة بعض الروايات تقول بعض البعض يتعجب من أناس كان يظنهم من أعلى المتدينين والمؤمنين ولكن يراهم بحالة يرثى لها في يوم القيامة. لذلك أنا إذا في الظاهر أسألك في الظاهر هل تجرؤ أن تعصيه أمام الملأ؟ لا، لكن في الباطن تعال. لذلك شي يقول ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي. زين العابدين يقول في دعاء أبي حمزة أنا الذي لم أستحيك في الخلاء، أنا في الظاهر أمام الناس أخاف أن يروني على معصية ولكن في الباطن حيث لا تراني الأعين عليك أن تعيش حالة الخشية والخوف كما تعيشها في الظاهر تعيشها في الباطن. أخلاقك التي في الظاهر عليك أن تكون معك أيضا في الباطن. هكذا المعيار الثاني هو أن الإيمان عليه أن تكون أعماله كلها خالصة لوجه الله، كل ما يصدر من إنما يكون منبعه الإخلاص. ففي الحديث القدسي عنه جل وعلا قال يا موسى أخلص العمل فإن الناقد بصير. والله سبحانه وتعالى حكى عن ضمائر أهل البيت عندما قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كل أعمال اللي قدمها إنما يقدمها ابتغاء لمرضات الله. وإذا أنت تتبع سير بعض الأولياء وبعض العلماء تسأل عن سر توفيقهم شنو؟ من أهم الأسباب للموفقية أنهم كانوا مخلصين، كانوا يعيشون الإخلاص، ما يبتغون أن الناس تتحدث عنهم كذا ويقول هذا لا. من أروع الأمثلة الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، يقول هذا الشيخ اللي تسأل عن سر توفيقه أن كتابه يكون ملازما للقرآن وأن لا يخلو حرم لأهل البيت إلا هو موجود فيه هذا الكتاب، شو اللي خلاه موفق؟ قال لعدة أمور. الأمر يقول أنه نذر الكتاب باسم فاطمة الزهراء عليها السلام، وأي شيء يكون فيه ذكر فاطمة يكون موفقا سلام الله عليك يا مولاتي. الأمر الثاني أنه ما من مستحب إلا وطبقه، كل مستحب موجود في طبقه. الأمر الثالث والمهم أنه كان مخلصا، ما كان يبتغي شيء أبدا، لذلك أوصلته إلى مرتبة عالية إلى أن درج أحد العلماء كان لا يبصر بإحدى عينيه، قال الشيخ عباس بدش تدعو لي أن يرد إلي بصري، قال أنا هذا اللسان ما أضمن أني لم أعصي به الله، ولكن يدي شوف هؤلاء هم القمم، ولكن يدي أضمن لأني ما عصيت بها الله. فيأخذ يد شيخ عباس ويمسحها على عينه على تلك العين التي لا يرى بها فيرد لها النور. هؤلاء عندما وصلوا إلى هالمراتب بأي شيء، هؤلاء هم المؤمنون والمتدينون حقا الذين يجذبون الناس من خلال أعمالهم من خلال أخلاقهم. الأمر الثالث والأخير
أن يعيش هذا حالة الإيمان في كل حالاته، حتى إذا ابتلي بالبلاء في ماله، في ولده، في أهله، عليه أن يتقبلها بصدر وإيمان. مو إذا حل البلاء ذهب وترك الدين، كما قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا، يدورون به ما دارت به معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء يصير قل الديان. شوف، مؤمن ولكن أقل بلية، ترك الدين وترك الإيمان. ولنا خير مثال في صاحب هذه الليلة مسلم ابن عقيل، في ذلك الموقف الذي حضرت فيه روح الإيمان، لأن هذه الشخصية تربية أمير المؤمنين سلام الله عليه، تربية الإمام الحسن، الإمام الحسين، اللي أرادوا أن شيعتهم يكونون بهذا الشكل: كونوا زينا لنا ولا تكونوا مسلم. الذي جاءت له فرصة ذهبية لقتل عبيد الله ابن زياد، ولكن ما أقدم على ذلك الفعل. لماذا؟ للإيمان. شو تقول الرواية؟ لما نزل في دار هانئ موجود شريك بن الأعور الهمداني، كان جاء من البصرة مع ابن زياد، ابن زياد جاء ليزور شريك بن الأعور في دار هانئ، اتفقوا على أن مسلم يختبئ وراء الستار، فإذا رفع عمامته يخرج مسلم ويقتله. إشارة. دخل ابن زياد، رفعوا العمامة إليه، رفعان العمامة، ما خرج مسلم من وراء الستار، بل كلو قتل تتغير الموازين وتتغير الأشياء ويصير الكفة لصالحه راجحة، لكن مهما كانت المصالح هم يتخلى عن إيمانه. هذا هو الإيمان الحقيقي. لما تتكلم عن الإيمان، هؤلاء هم الصفوة. يقول له: حي سليمى وحي من يحييها، هم لا زال. اسقنيها ولو كان فيها حتفي، هم ما زال. حتى أحس بن زياد بالخطر، حس الأمر في شيء، خرج. لما خرج سأل: ليش ما أقدمت على قتله؟ قال: لأمرين. الأمر الأول أن زوجتك أخذت علي العهود والمواثيق ألا أصنع هذا في بيتها، والأمر الثاني وهو المهم، أني ذكرت رواية عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: الإيمان قيد الفتك. يعني المؤمن ما يمكن أن يغدر، ما يمكن أن يخدع، الإيمان يقيده، الإيمان يكون قيد إليه. لذلك المعاصي اللي تصدر من الإنسان ما تصدر منه في حالة الإيمان. ما في الرواية: ما يزني الزاني وهو إلا وهو مؤمن، ترفع عنه تلك الصفة. فالمؤمن هكذا يقول: الإيمان قيده. لذلك استحق أن ينال هذه المرتبة، أن يكون سفير لأبي عبد الله الحسين، أي مقام هذا. واختصر الكلام فيما قاله الحسين، كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه تعطيك ملخصاً من هو مسلم، عندما قال: أما بعد، فقد بعثت لكم أخي، شوف، أخي وابن عمي وثقتي والمقرب من أهلي بيتي مسلم ابن عقيل. مسلم اللي سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن حبه لعقيل، قال: أحبه حبين، حباً لحب أبي طالب، لا وأنه سيخرج منه ولد يكون ناصرا لولدي الحسين، وتدمع عليه عيون المؤمنين، اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين. فيصل إلى بلاد الكوفة، فيفدون إليه ويبايعوه، ولكن ما أسرعهم للغادر، الذين بايعوه صاروا يخذلوه. لما جرى ما جرى مع هانئ وحبسه في القصر، خرج بأصحابه وقال: يا منصور، أمت شعارات بدر، وإذ بابن زياد يرسل جواسيسه حتى يثبط العزائم. يقول: ما لنا والقتال،
وجيش الشام مقبل علينا، وهكذا حتى صاروا يتفاررون من بين يديه. وما صلى صلاة العشاءين وأراد أن يدله أحد على طريقه فلم يجد أحدا. شلون الغريب يكسر الخاطر؟ الله يريد كل غريب. شلون حال الغربة صعبة؟ صار يمشي في سكك الكوفة، وين يروح؟ تقول الروايات ألقته الأقدار على باب بيت امرأة تسمى طوعة، فتحت الباب رأت رجلا عند باب بيتها، قالت له ما لك عند باب بيتي ليش واقف؟ قال لها أمت الله أنا عطشان، ماجور ماجور، هل لي ما يريد ما يشرب. دخلت ملأت القدح وأعطته، شرب الماء لكن بقي واقف على الباب. يقول أكو بنية قالت عندها بنت أو جارية، قالت لها أمّا لقد كسر قلبي هذا الغريب، هالرجال كسر. قال ليش؟ قال شفت حاط راسه بين ركبته يقول وغربتا. لما شافته واقف، ما تروح لأهلك، ما تروح لعشيرتك، إذا ما عندك عشيرة بادليك على مكان. اسمع ويش قالت له، وإن كان ما عندك أهل في وسطة الكوفة، اسمع اسمع، كان ما عندك أهل في بلدة الكوفة، روح لمسلم وصير واحد من ضيوف. يلا اقرأ أبيات ملا عطية، كلكم كلكم نقرأ، كلكم تقرؤونها، يلا صوت عال. قالت شربت الماي لا توقف، حياك الله إن شاء الله وياك بكربلة. قالت شربت الماي بعلى مثلك وقفته ببيوت لجنة، شنك جليل وشافتك يا شهم تنهار، وحب عجل لهلك القمر غرب والنجم دا، روح بعجل لهلك قبل ما يظلم الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل. أعلى 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 جماعة، مالك بهالبلدة عشيرة ولا رجاجي؟ قالها غريب ولا أهل عندي ولا دا. يلا قالت هلك في وين؟ قالها قالت هلك في وين؟ قالها عنها ارتحل والدهار جاير، عمي علي ومسلم أنا اللي يذكرون، مفروض ومسيت ببلدكم ما لينصى والي. يقلها يقلها وعانى مستديرة مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا ولا عشيرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم فاقد نصير.
تقل له يا غاتي يا غاتي ما عرفتك ما عرفتك ومن ريبت منك طردتك أنا الخادمة وسهلة طلبتك. تفضل مولاي. فرغت له دارا خفت عينه قليل دخلت عليه بالطعام مولاي أراك لم تنم قال لا يا طوعا نمت قليلا ورأيت رسول الله وعمي علي ينادون العجل العجل يا مسلم. لكن قعدي قعدي طوعا قعدي بسأله وياك قعدي ما أدري هالعشرة أنا شنو بالي ويا زينب دائما بتجيب هذا البلد سبايا على مهازل نسوى أيتام مضروبة ونسى ويتام وعليه ابكي على إمامك الجامعة بصدره ورجليه مغلولة بزناجر بعد يا مسلم تشوف زينب والدمع قرح جفنها ما اريدك تصرخ بهذا البيت ما اريدك تصرخ بالبيت الثاني اريدك تصرخ بتشوف زينب والدمع قرح جفنها ومن كثر ضرب الصاد متورم ما تنهى أعيدها إليك ممنون الله يرحم دمعتك أعوذ بالله من عين الله تدمع ومن قلب الله هذه أيام الحسين هذه بتشوف زينب والدمع قرح جفنها من كثر ضرب الصار متورم ما تنام وإن ما عرفتيها سألي النسوان عنها بعد مبين عندك دم على زينب ها وانكسرت العبرة بصدر صاحب الشيمة وقالها يجيكم راس ابو اليمة وحريمة في جملة النسوان لطفلة يتيمة عنها اسأل الحارة والحريم الهاشمية ان شاء الله ماكو يتيمة في الماتة والله اليتيم يكسر الخاطر يا جماعة اذا عندك يتيم امسح عليه الليلة شسوي مولاي شسوي لبنتك قال ضميها ضميها وبالنيابة قبليها ومسحي على راسها وسلمي عليها يلا يلا ها وان كان ما شفتي ستر وقنا عليها وان كان ما شفتي ستر وقنا لها ودي اليها قناع ومعروفك علي يلا البيت اللي انت تحفظه نقرا جميع هلا هلا من تجيها قبلي المدلله هلا هلا من تجيها قبلي وينها وينها في حجر زينب تراها
والمدامع هاملة ومقنعة وياك اخذي ومقنعة اخذي إليها وللحريم المعولة فما بينما هي تتحدث معه وإذ بها يسمع وقع حوافر الخيل انهض لفاك القوم يا حي ويايا يرجون يا لونك يا صندي أريد أن مراجل عمك تعي قلها يا طاعة تشجعيني وبعمي علي تضجريني ما دام صمصامي بيميني العزم بالله لرد كل جمع ليجي هز الغضن فرمي زرى والباب طاعة زلزلة صاح المنية لو لفت يا هلا بها ومس صار يقاتلهم أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى بان النقص فيهم أرسل ابن الأشعث يطلب المدد قال ابن زياد ويلكم واحد ويصنع بكم هكذا قال أتظن أرسلتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة بل أرسلتني إلى سيف من سيوف علي اصرخ يا علي قالوا لك الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم فصار قسم يقاتله وقسم يحفرون له الحفيرة والنساء يرمونه بالحجارة والنار حتى احترقت عمامته فما بينما هو يقاتل ما لكم رآهم ينكشفون عن ما لكم تنكشفون عني يا الله يا الله وإذ به سقط في الحفيرة جاءه لعين ضربه على شفته سحبوه من الحفيرة جاء به مكتوفا هل لك طلب قال أريد شربة من الماء جاء له بقدح أدناه من فيه امتلأ دما غير الإناء جاء بالثاني امتلأ دما وفي المرة الثالثة سقطت أضراسه دخل على ابن زياد ولم يسلم لم لا تسلم على الأمير قال أميركم أنتم أما أنا شعاري وشعارك أمير علي صوتك أميري سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول لا محالة يا بكر بن حمران اصعد به على أعلى قصر الإمارة صعد به إلى أعلى السطح أمهلني أصلي ركعتين صلى ركعتين تريد تزور يا ولا يلا زيارة زيارة كلها السلام عليك يا أبا يلا سلام اشرب ايدك الى السلام عليك يرد عليك والله يرد عليك السلام عليك ارجع ولا تأتي فإن أهل الكوفة خذلوني وإذ بابن حمران رفع سيفه على قدر باعه يا الله يا محمد
ثلاث صرخات يا علي يا علي. رفع سيفه الله أكبر، أهواه على عنقه، فصل رأسه ثم أخذ جسده، رماه من أعلى القصر، ما إن وصل إلى الأرض إلا تكسرت عظامه. أخذوا يسحبون جنازته، وجنازة هانئ بن عروة في الأزقة والأزواق. تقعد شوية ثلاث دقائق وسلك الدعاء. ومرت الأيام والليالي، أقول الكلمة إلكم يا سادة. وإذ بزينب قاعدة في الخراب، يما يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب. وإذ بامرأتين جليلة جاية بتدخل الخرابة، التفتت زينب من الجاية بتتشمت عليا، من الجاية بتشمت عليا، ما تدري أنا بنت الزكية، خاف المرأة من آل أمية. أقول يا لا وخاف تقول عني خارجية. آه طلع الآه طلع أعيد لك ممنون. وإن وقتي خلصها، من الجاية بتشمت عليا، ما تدري أنا بنت الزكية، خاف المرأة من آل أمية وتقول عني خال. ردت المرأة يا زينب أنا منكم وفيكم ومو جاية أتشمت، هي رسالة من مسلم إليكم، وبذبحة يا زينب أعزكم. أكو واحدة قاعدة صغيرة لما سمعت ذكر مسلم قامت تلطم على راسها، عرفتها منو؟ حميدة سمعت اسمه وصارت تنوم، تنادي شلون ماتت والد المذبوح، خبريني يا طاعة عن مهجة الروح، دفنه لا بقى بالتراب مطروح. سألوك الدعاء اسمع يا بنتي، والدك عطشان ذبحه، وجسمه من القصر للقاع دبا، اهدى شوية حتى تصرخها، وجسمه من القصر للقاع دبا، وبدل تجهيز جسمه بالحبال سحبا. موالي ناس تشتمه وناس يرفسوه، قالت أثار الأبو يا ناس خيمة،
أذار الأبويا ناس خيمة يظلل على عياله وحريمة يا أبويا والله عظيمة أصير أدبر صغر إلهنا نسألك وندعوك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله عجل فرج ولي أمرنا بحقه اشفي كل مريض في كل حاجة يسر كل أمر عسير فرج عن كل مهموم الحاضرون احفظهم كان منهم طالب حاجة هالة يسر هالة بحق محمد وآله والفاتحة مع الصلوات